اللعب المالي النظيف يا كريم. اللعب المالي النظيف تم ايجاده بسبب الافساد المالي في كره القدم الاوروبيه. في 2009 بدا الاتحاد الاوروبي يلاحظ ان في بعض الانديه الكبيره اللي معاها يعني فلوس ومعاها بادجت كبير تقدر ان هي تشتري اللعيبه زي ما هي عايزه دون وضع الاعتبار للانديه الصغيره او الانديه المتوسطه، وبالتالي ده بيؤثر على شكل المنافسه وشكل قوه البطولات في اوروبا. زي ما احنا مثلا النهارده مثلا شايفين واخدين بالنا بقى لنا كام سنه مانشستر سيتي وليفربول بداوا فعلا يعني يستحوذوا على الدوري الانجليزي وبدات المنافسه فيه. ربما قبل كده كنا في التسعينات والثمانينات التسعينات وحتى بدايه الالفيه كنا بنشوف في اربع او خمس او ست فرق بينافسوا على لقب الدوري الانجليزي، ما كناش بنشوف فريق بيسيطر عليه يعني لسنوات كتيره. طيب هم ايه الفكره ببساطه عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا في الصوره؟ ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟ هو ببساطه ان يبقى ايراداتك تساوي مصروفاتك. ما ينفعش النهارده انت تروح تجيب لعيب مثلا يعني ب 100 مليون جنيه وانت عندك مفروض يفترض يعني شركه الكوره بتاعتك خسرانه، ده ما ينفعش. ده هنا بيحط من نزاهه كره القدم ومن نزاهه الفريق نفسه او النادي او الشركه. المفروض النهارده في القانون الجديد يبقى كل نادي له شركه كوره، فبالتالي النهارده الاتحاد الاوروبي بدا هذا الامر من 2011 موسم 2011 2012 وخدوا بشكل تدريجي على كذا سنة عشان يخلي الأندية يبقى مصروفاتها زي إيراداتها، ولما أخش فترة الانتقالات الصيفية أجيب لعيبة على حسب البادجت المسموح لي. نعم يعني أجي النهاردة في الصيف أنا مسموح لي حسب المصروفات بتاعتي والميزانية بتاعتي، خلاص يبقى النهاردة هجيب لعيبة في حدود 50 مليون يورو. ما ينفعش النهاردة أروح أجيب نيمار من برشلونة وأدفع له 222 زي ما باريس سان جيرمان جه عمل. فيش الكلام ده، وبالتالي طبعا شفنا بعض العقوبات اللي حصلت يعني. طيب ايمن، يعني ايه اللي خلت الحاجه اللي خلت الاتحاد الاوروبي يتجه لسن هذه القوانين؟ يعني زي ما يعني استكمالا لكلام كريم، هي الفكره كلها ان طلع في 2000 يعني الكلام في 2009 كان على تصريح لسان المسؤولين، لكن في 50% من انديه اوروبا اللي بتلعب في المسابقات بتخسر خسائر مهوله. نعم. بتكلم يعني هم لو فوق ال 600 نادي او حاجه زي كده بتكلم في 50% منهم بيحققوا خسائر كبيره جدا، وبالاضافه للخسائر دي ده هم بيشتروا لعيبه وبيشتركوا في البطوله، يعني الامور عندهم يعني عايشه عادي ما فيش مشاكل. فهم الهدف كان الاساس كله ان هم ازاي يحموا المنافسه، ازاي النهارده يبقى في مراقبه للامور الماليه، ازاي النهارده حتى لو نادي عنده مستثمرين ده ما يديهوش الحق ان هو يصرف ببزخ او عمال على بطال كده زي ما بنقول. حتى هم حددوا الفكره نفسها ان الايرادات بتاعه الانديه او المداخيل بتاعتها هي تخص تذاكر المباريات، البث، الرعايه، الايرادات، الامور التجاريه. حتى طلعوا منها فكره ان لو حتى نادي عنده مستثمر ده مش معناه ان هو بيحط فلوس، او يعني حطوه في الفتره اللي هي اللي كريم كان بيتكلم فيها اللي هي المواسم الاربعه دي كان حطوا نسبه معينه للمستثمرين ان هم في هذا التوقيت المستثمرين يقدروا بس يسددوا ديون النادي، بعد كده المستثمرين يقدروا يحطوا مبلغ معين يساهم في الصفقات وخلافه. نعم. الى حد ما هذا القانون يعني نظم العمليه، طبعا ما نظمهاش بالشكل الكامل لان في انديه كانت بتقدر ان هي توفق امورها بشكل او باخر، ولكن في النهايه كان في رخصه، كان في عقوبات بتصدر. نادي ميلان النهارده مثلا كان فترات تتعاقب ان هو اتحرم موسم من المشاركه، مانشستر سيتي اتحرم لكن بعد كده استأنف وخد عقوبات ماليه، يمكن لسه معانا لو في الشاشه هيعرضوها للناس اخر في شهر سبتمبر اللي احنا فيه ده دلوقتي. الويفا كان اعلن عن عقوبات لعدد من الانديه منهم باريس سان جيرمان مثلا كان معاقب ب 65 مليون يورو بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن يدفع 10 مليون يورو بشكل فوري وبقيه المبلغ خلال 3 سنين اللي هي لو ما وفقش او 10 مليون يورو دي عادي يعني ما احنا ايوه يا كابتن عادي طبعا بالنسبه للنادي متعاقب ب 65 نادي متعاقب ب 65 مليون فهيدفع مليون هيدفع عفوا 10 مليون الباقي الفلوس دي هتتعمل بيها هتفضل موجوده بس خلال 3 سنين لازم مانشستر باريس سان جيرمان يوفق اوضاعه ويجي بعد الثلاث سنين دول يقول لهم ده الملف بتاعي شوفوا بقى بعد كده هل هيبقى في عقوبات اخرى هيدفع باقي الفلوس في عقوبات اخرى، خصوصا يعني لحد ما ننتقل لجزئيه ثانيه ان
بداية من السنة دي القانون نفسه كمان اتغير. القانون اتغير ليه؟ عشان برضو يسهل يسهل شوية الأمور للأندية. العكس ده كده بيمسك. لا يعني هو قبل كده كان لا قبل كده أقصد كان أصعب لفكرة إن هم يعني إن أنت ممكن يعمل لك حد أكبر شوية للخسائر. يعني لو في نادي مثلا يقول لك الخسائر بتاعتك في السنة ما ينفعش تتجاوز 30 مليون، لا دلوقتي مثلا سمحوا لي ممكن تبقى 60 مليون في السنة وتقدر تعمل صفقات بشكل معين. طبعا أنا بوجهة نظري إن كل ده حصل بعد ما تم محاربة فكرة السوبر ليج، ورئيس نادي باريس سان جيرمان دخل في المنظومة بتاعت قواعد اللعب مالي نظيف، فالأمور برضو شوية تزبطت إن الأندية اللي عندها مستثمرين تقدر يبقى عندها شوية حرية في أنها تعمل صفقاتها وتتعاقد بعيدا عن الأزمة اللي تتعلق بالعقوبات وفيما يتعلق باللعب المالي النظيف يعني. طيب برضه احمد اشرح للجمهور هل تم التطبيق بشكل فوري ولا على مدار عدد من السنين؟ لا هو على مدار بيتم تطويرها على مدار عام. يعني الاول بدات في سنه 2009 كانت الفكره، بعدين تم تطبيقها في الاول 2011، بعدين اتطورت تاني في 2013 شغاله هي فكرتها. بس ان في حاجه اسمها البريك ايفن بوينت اللي هي نقطه التعادل. نقطه التعادل يعني ايه؟ يعني حجم الانفاقات بتاعه النادي بيساوي حجم الدخل. بيستثنى منها يعني ايه حجم الانفاقات بتاعتك زي ايه مثلا عشان برضو الناس تكون فاهمه؟ انفاقات يعني اجمالي رواتب اللعيبه، رواتب المدربين، رواتب الموظفين، رواتب العمال، كل ده محسوب. تكاليف الانتقالات بتاعتك، انتقالات اللعيبه، فكل ده كل دي مصاريف انت بتدفعها. طيب بالنسبه للدخل، الدخل اللي داخل لك اللي هو ايه؟ اللي هو حقوق البث اللي هو التلفزيوني، الرعاه والاعلانات، الحاجات برضو اللي انت كسبها في المصاريف الانتقالات بتاعتك، فهنا الحقوق التجاريه هنا مع هنا بيعملوا ايه؟ معادله. بيستثنى من هذا الكلام يعني اليويفا الاتحاد الاوروبي اي حاجه فيها مصاريف الملاعب او البنيه التحتيه او تطوير فريق كره نسائيه. لو كده ادى للموضوع مخرج بحيث ان انت لو انت حطاه اي نادي هيبني استاد هو هيدفع فلوس مثلا كتير عشان هيبني استاد، خلاص ده بيخرجه من اللعبه. برضو حتتك هم مهتمين جدا بالكره النسائيه، فاي نادي بيعمل فريق كره نسائيه برضو المصاريف بتاعته بتتشال. ده استثناء. بس حكايه المعادله بتبقى على مدار 3 سنين مش على سنه واحده. يعني ممكن نادي مثلا يبقى بالسالب، سواء يعني مثلا لو استعرضنا صوره معانا لباريس سان جيرمان في سنه 2020 2021، هتلاقي بص على الخساره اللي موجوده في باريس سان جيرمان في خلال السنه دي، هتلاقي مثلا الدخل بتاعهم برضو من خلال حقوق البث التلفزيوني، من خلال الرعاه والاعلان، والانفاقات برضو في اجمالي الرواتب وتكاليف الانتقالات هتلاقيها بالسالب. فهي مش بتتحسب على السنه، باريس سان جيرمان ما خدش عقوبه وقتها، لا على حساب في خلال اخر 3 سنين. ادي الصوره معانا اهي، ده في باريس سان جيرمان مثلا سنه 2020 الانكم بتاعهم اللي هو الداخل 559 مليون يورو. ده الداخل ده في ايه؟ اللي هو التوتال بي رول اللي هو اجمالي الرواتب، الترانسفير كوست، تكاليف الانتقالات، كل الحاجات دي، وعملاء اللي هي الوكالات اللاعبين اللي صرفوا كل كل اللي تحت ده اللي هو صرف كل اللي تحت ده اللي هو صرفه واللي دخله اللي هو اللي فوق اللي صرفه 759 ده اللي دخله 737 بالسالب. يعني الاجمالي تكاليف الانتقالات، الوكلاء اللعيبه، كل الحاجات دي اللي هي ايه؟ اللي هي المصاريف بتاعته 737. طيب اللي دخله البرودكاست اللي هو الحقوق البث التلفزيوني، السبونسر، الرعاه والاعلان 286، مصاريف برضو مصاريف تانية داخل لهم، فعملوا 559، فطلعت بالسالب سنه 2020. فلسه هيحسبوها سنه 2021 وبرضو سنه 2022 في اخر 3 سنين. فده المعادله هنا عشان تطبق في مصر. بعدين بقى احنا لسه هنخش في قصه التطبيق في مصر. بس ده الفكره، يعني فكره القانون ان انت بتشوف الدخل بتاع النادي والمصاريف بتاعه النادي، ومفروض ان هي تكون معادله. في بعض الحاجات برضو اللي هم بيحاولوا يطوروها، حضرتك بتسالني على عمليه التطوير زي ايه؟ في العقوبات بقوا بيتسهلوا شويه مع الانديه في حته العقوبات. ان انت مثلا نادي زي الانتر ميلان في بعض الاوقات قالوا له ايه؟ انت مثلا جايب 3 لعيبه بمبلغ كبير ما تلعبهمش في اليوروبا ليج في مقابل ان انا هستثنيك. دي برضو في بعض يعني ايه العقوبات بيحاولوا ان هم يسهلوها يعني. أوكي. في بعض الانديه مش اللي هو غرامه يعني هي العقوبات مثلا بتبدا ب في عقوبات توبيخ. كتير الاول تحذير، بعد كده بعد كده غرامات، بعد كده بتبدا بخصم نقاط، بعد كده حجم الايرادات اللي بتكتسبها الانديه من المشاركه في مسابقات الاتحاد الاوروبي، بعد كده حرمان من تسجيل لعيبه،
بعد كده تقليل عدد اللعيبة المسجلين في المسابقات، بعد كده الاستبعاد من مسابقات الاتحاد الأوروبي اللي هي اللي في البطولة دي، وبعد كده الجارية. فدي العقوبات اللي هي بس بدأوا يتسهلوا مع الأندية شوية الأوروبية، بحيث ان هو برضو على مدار 3 سنين يكون في هي الفكرة اتعملت ليه؟ بسبب ان وجود ان مثلا في نادي كان بيعتمد على مستثمر زي لاتسيو الايطالي، كان معتمد على شركة غذائية وكان واحد من احسن الأندية في ايطاليا. اول ما الشركة الغذائية دي فلست، النادي فلس والنادي وقع، ما عادش بنسمع خالص عن لاتسيو الايطالي. فده من هنا بدات الفكره تطلع، ان انا مش هعتمد على مجرد شركه، نادي بيعتمد على شركه هي اللي بتدفع فلوس وهي اللي بتصرف، واول ما الشركه دي تفلس النادي يفلس. كذلك برضو وجود راجل اعمال، برضو بيعتمد ان راجل الاعمال ده هو اللي بيدفع، اول ما راجل الاعمال ده يمشي النادي يفلس. فهو من هنا عايزين يعملوا نوع من ده اللي بيسموه اللعب المالي النظيف. جيمي برضو يعني اشرح لنا بقى في النهايه قبل ما نتكلم على كيفيه التطبيق في مصر، اشرح لنا في النهايه كيف يمكن ان احنا نقول ان الفريق ده عنده مشاكل في النواحي الماليه؟ طيب لو رجعناها للسبب، هو ده اللي نقدر نحكم منه. انا في النهايه لازم يكون ايراداتي يا اما وصلنا للبريكنج بوينت او نقطه التعادل، اما ان ايراداتي اعلى من انفاقي. ده الشرط اللي اتعمل، وده الفريم الاطار اللي محطوط للفكره. اوكي ايه اللي وصلت له الفكره دلوقتي؟ انه في مارس 2022 الكسندر تشيفرين رئيس اليويفا قال محتاجين نعدل كمان شويه فكره ال 70%. حتى ال 70% رغم ان هي فكره قديمه وتم تطبيقها في بدايه تنفيذ قانون لعب المال النظيف، انه لجنه الاستدامه الماليه لما جت تقر ده قالت انه احنا هنعملها برضه على 3 سنين، انها تبتدي ب 90%. ايه ال 90%؟ انه انفاقك على شراء اللاعبين تحديدا، انفاقك على شراء اللاعبين تحديدا في السنه الاولى بدايه من 2022 2023 لا يتجاوز 90% من اجمالي ايراداتك. يعني لو بيخش لك 100 دايما نتكلم على 100 عشان هي اللي هتبقى الاول. طبعا ما تقدرش تشتري لعيبه باكتر من 90. اوكي. ثم توصل ل 80 ثم 70%. طب ليه بقى فكره وعايز يوصلها ل 70%؟ لان هم في الورك شوب اللي عملوها عشان يطلعوا القانون ده قال لك ايه؟ قال لك يجب استقطاع نسبة من الإيرادات لتطوير اللعبة، لتطوير قاعدة الناشئين والشباب، لتطوير المنظومة. هي دي الفكرة الأساسية. طب يعني ممكن كان يقول 100% ويقول إن 20-30% للتطوير. ما هو بيحسب النسبة على الإيرادات. أنا عندي زي ما حضرتك قلت إنه 100 مليون، فأنا هشتغل على 100 مليون، إنه يجب استقطاع نسبة من ال 100 مليون دول لتطوير قاعدة الناشئين والشباب، لأن هي داخلة من ضمن المصاريف. طبعا. لكن علشان ده دايما الفرق بتهتم بمين؟ بالفرق الأولى. الفريق الأول هو اللي عليه إكسبوجر، هو اللي عليه السبوت، هو اللي هيبتدي الناس تحاسبك عليه. هو الفرقة دي شغالة كويس، بتجيب لعيبة، هي اللي بتبتدي تعمل لك الرواج. طيب أنا هنا كاتحاد أوروبي بأجبر الأندية على تطوير قواعد الناشئين والشباب من خلال استقطاع جزء من الإيرادات ثابت، ما بقاش بمزاجك. ما بقتش ان هو هصرف 5% من ايراداتي على قطاع الناشئين والشباب وخلاص واقف على كده. لا، هو قال لك في البدايه تبقى 10%، بعدين 20، بعدين 30. ده كان الغرض من الورك شوب اللي على اساسه اتعمل، وده اللي على اساسه اتغير القانون. فاحنا خلي بالك يا كابتن، احنا كده وصلنا الى ثالث مرحله لتغيير القانون. قبل ما نروح بقى زي ما حضرتك قلت لقصه التطبيق في مصر وازاي وليه، احنا لازم عارفين احنا فين من الناس. نقطتين مهمين. احنا في المرحله الثالثه لتطبيق القانون في بالنسبه لليويفا او الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاسيوي اعتمد تطبيق القانون رسميا من 6/22، يعني من 3 او 4 شهور اعتمد وحط كل التفاصيل اللي هيتم تطبيقها في بطولات الاتحاد الاسيوي القادمه.